طيب يا جماعة هنبتدي بقى دلوقتي المرحلة التانية من النهاردة. الحقيقة أنا أديت فترة كبيرة للجزء بتاع السامبلينج والسيرفيز لأنه من الحاجات الأساسية، والحاجة الأساسية أكتر منه كمان اللي هنتكلم فيه دلوقتي اللي هو ريسيرش ديزاين. لأنه لو تتذكروا احنا كنا بنقول انه لو الواحد بيبص على الكوريليشن والكوزاليتي عشان يطلع الكوزاليتي عايزه جود ريسيرش ديزاين. وات از جود ريسيرش ديزاين؟ انا بقى اللي هنتكلم فيه دلوقتي، وبرده اللي مش متابع او اللي مش فاهم يقول لي عشان لازم نفهم كويس، بعد كده الحاجات هتمشي اسرع قوي وتبقى اسهل قوي. انما هما الاثنين دول السيرفي سامبلينج ده حاجه، والريسيرش ديزاين اكسبيرمنتال ديزاين او الكوازي اكسبيرمنتال ديزاين دي هي يعني دول العمودين اللي مبنيه عليهم كل قضيه الكوانتيتيف ريسيرش في السوشيال ساينسز. فاجين ذيس از اور ليست اوت لاين بتاع اللي احنا بنمشي فيه، واحنا وصلنا دلوقتي للاكسبيرمنتال اند كوازي اكسبيرمنتال ديزاينز. سميهم كوازي اكسبيرمنتالز لانه في حاجات ما فيهاش نفس الريجر اللي احنا تعودنا ان احنا نلاقيها في الاكسبيرمنتال ديزاينز بالذات بتاعت الناتشرال ساينسز. انما نيفرذليس وي ار ان ذا فريم هنوت اوف هاو دو يو سيت اب ا ريسيرش بروجكت عشان نقدر نضمن زي ما قلنا في اخر المحاضره اللي فاتت، نقدر نضمن ان الشغل اللي هعمله ده هيمكنني اني اجيب على السؤال اللي انا بدات بيه البحث بتاعي. I'm trying to find out something. I set up an experiment that should enable me to answer yes or no to the null hypothesis to fundamentally have the ability to conclude واطلع conclusions that are valid or at least not invalid. Again, there are many outstanding texts for the course, ولكن أنا قررت الـ research designs كتيرة جدا. أنا الكتاب عايز بالذات الكتاب ده I consider is a classic، فأنا هطلع لكم منه في ثلاثة tables هبديها لكم منه كـ handout في آخر الـ الكتاب. دي اتنين لزاز قوي بالنسبة للميديكال clinical studies اسمها statistics at square one و statistics at square two by Michael Campbell. فيري نايس برضو اللي بيعملوا ميديكال ريسيرش وكلينيكال ريسيرش. فور ناو جاست فولو ذا برزنتيشن. انا هبعت لكم بعد كده ثلاثه تيبلز ذات يو ويل سي هنا اهو، هبعت لكم كده كريمايندر، خدوا بالكم هقول لكم حاجات بيقولوها عليها. فنبتدي بقى. اذا الفيلد بتاعنا النهارده از اكسبيرمنتال اند كوازاي اكسبيرمنتال ديزاينز. What it's all about is how to design studies. Test a hypothesis, how do you design a study. احنا اتكلمنا على الدياجرام ده population، بناخد منها sample، السامبل بطلع منه statistic from which I infer a parameter للpopulation كلها، وبقول ان population دي هي عندها البارامتر ده، البارامتر ده I've inferred it من الstatistic ده. طيب هنا بقى الكلام، اتكلمنا على how to select the sample و how to do this و how to calculate the statistic. لما how do we know and this is the right statistic اللي احنا عايزين نوصل له. We formulate the null hypothesis. No difference in applying a new treatment is usually the null hypothesis. We think how to sample and test it. Remember two types of error. Error 1 and error 2, alpha and beta. الكلام ده كله refer to false positive, false negatives. How do you do a design? طيب. هي يعني I can't emphasize this enough، لأنه if you have a poor experimental design no amount of ex post fixing هيقدر يصلحه. إذا القاعدة اتعمل غلط، زي لما لو كان طارق ياسين معانا دلوقتي قلت له لو الأساسات ما اتبنتش صح المبنى اللي عليها مهما كان جميل ومهما عملنا فيه هيبقى برضه شيكي والواحد ما يقدرش يطمئن له. But depending on how we set up the experiment
we have two kinds of problems. ودي موجودة في كل الريسيرش ديزاينز وهنتكلم عنهم دلوقتي. في أسئلة لازم نجيب عليها على ما نسميه الانترنال فاليديتي. يعني can I interpret the data that I have collected? Can I say what I want to say about this data and my statement would be valid? ولا في حاجات في الطريقة اللي عملت بيها الاكسبيرمنت بتاعتي هتؤدي ان انا ما اقدرش to conclude الكلام that I want to conclude. او بلغة اخرى انه by the structure of the experiment اللي انا عامله, وانا هستعمل كلمة experiment على انها زي research study interchangeably, the structure of the experiment اللي انا عامله في competing and alternative explanations that are not the effect of the medicine or the treatment or whatever it is that I'm testing that could explain the results which I did not control for in my research design. And therefore, if I did not control for them in the research design, مش هقدر اجي exposed استبعدهم. لازم افكر فيها قبل ما اشتغل. عشان كده research design ده مهم جدا. افكر فيه قبل ما اشتغل. الحاجة التانية اللي بنسميها الاكسترنال فاليديتي كويستشن هي زي حكاية البروبابيليتي سامبلز والنون بروبابيليتي سامبلز. Are these findings generalizable beyond the experiment ده؟ ولا دي حاجة كده خاصة للاكسبيرمنت ده فقط؟ ف what are these؟ وبعدين مش بس كده, يعني كان حد بيسألني من شوية, لا you can generalize to particular populations. Not necessarily to the whole population بتاعت مصر يعني او العالم. ففي populations و settings و treatments و measurable variables that we can say in the recorded effect that can be generalized للظروف دي. فدول بنسميهم external validity questions. جزء كبير منها اتكلمنا فيه لما اتكلمنا على probability samples وال non-probability samples as ways of saying these are not generalizable, these are generalizable. هنا بقى we look at the internal validity and the external validity. So what affects internal validity? Actually a lot of things. That's turned out to be more complicated. بس هديكم table في الحكاية في الآخر. عندنا usually according to Campbell and Stanley which I like very much, عندهم 8 possible sources of invalidity. History, maturation, testing, instrumentation, regression, selection, mortality, interaction of selection, and others. What affects external validity? هرجع لهم دلوقتي واحدة واحدة. External validity, ال interaction بتاع testing and something else, interaction of the selection and the treatment, reactive arrangements, يعني the way people react to the treatment and the test and the observation. و multiple X interference, المقصود به multiple treatment interference, يعني ان انا بدي للناس treatment معين بس at the same time they are receiving treatments of something else من بره. And I have not controlled for these other treatments and therefore I cannot conclude in the effect اللي شفته observed it is due to the treatment that is the subject of this experiment. It could be due to something else من الحاجات اللي بره دي. فدي الاكسترنال والانترنال. هناخدهم واحده واحده شويه. بس عايز اقول لكم يعني كده زي حكايه correlation is not equal to causality, دي برضو من الحاجات اللي تفتكروها. No design is perfect. Different designs have different strengths. It's a matter of choosing the right tool for the right problem with the right budget. يعني في حاجات كتيرة جدا داخلة في الحكاية دي. طيب. نتكلم على الـ validity questions وبعدين هنخش على الـ research designs. But do note لازم نتفق, أنا عشان هعمل symbols في الحكاية دي, فإن احنا we very frequently talk for research design about more than one observation. Usually a survey, بنقول هنعمل one survey ونطلع الـ result بتاعه. هنا بنعمل more than one observation. في مثلا once before and once after the treatment مثلا. That's observation can be anything from a medical test
to an interview to just an observation of how people behave. في حاجات observation يعني whatever it is. We may have more than one group that are subjected to the treatment and we compare them. في selections that will be randomized, في some that will not be randomized. كل ده ممكن يخش في ال research design. Experimental design بتاعي. فهرجع اتفق معاكم على سيمبوليزم في الحكايه دي اكسز واوز وبارنثيسيز وارز وحاجات زي كده ان مومنت بس عايزين نتكلم على الانترنال فاليديتي. The way I set up my own work will be affected in these eight different ways. If they're not controlled in the design, they could produce results that could be confused with the effect of the experimental stimulus اللي انا بعمل التست عليه. وبالتالي each one of these internal validity issues could be the source of an alternative explanation للحاجه اللي انا بشاهدها او الاوبزرفد. Well, you say this is due to the experimental treatment. لا, it could be due to this. It could be due to that. It could be due to this. فهم ايه دول اللي هنتكلم عنهم اهو. التمانية دول. ناخدهم واحدة واحدة بقى. History هي ان ما بين ال first و second measurement في حاجات بتحصل. الحاجات اللي بتحصل دي غير الاكسبيرمنتال فاريبل اللي انا عملتها. طب هاو دو اي نو ان الحاجات التانية دي not have an impact على الناس؟ هاو دو اي نو ان الحاجات الخارجية الاكسترينيوس دي did not affect the result؟ Maybe what I'm measuring the second time around is due to one or more of these extraneous events and not due to the experimental variable. But this is something I have to think about. أنا مسميها history. Maturation is slightly different. It is changes that occur in the respondents simply by the passage of time. يعني مثلا إن بعمل تيست الصبح وهعمل تيست آخر النهار ويمكن ناس تكون تعبانة آخر النهار ويمكن يكون الأوضة التكييف مقطوع الأوضة بقت حر جدا والناس قرفانة وحصل لها حاجات فده فينومينن حصل لهم هم بالنسبة للبيرسونز نفسهم تأثروا ما بين التو تيستس and therefore the two tests are not comparable وحصل حاجات إضافية positive or negative أنا ما بتكلمش إنها لازم تبقى positive or negative إضافية للإكسبيرمنتال تريتمنت اللي حصل وبالتالي بتخلي الكومبيرابيلتي بتاعت الاوبزرفيشنز ار نوت valid يعني في they may be valid I don't know بس at least there is an alternative and competing explanation that you have not arranged to discard. Research design كويس مفروض يقدر يجيب على هذا السؤال لا ان احنا we controlled for this and we controlled for that بحيث ان فعلا ال very strong likelihood ان اللي بنقيس الفرق اللي بنقيسه ده is due to the experimental variable اللي انا حاططها التست تريتمنت اللي انا بعمله and that's what I'm measuring not something else. The testing itself احنا بنعرف ظاهره well established in psychology and education انه if you repeat the test most of the time people do better on the second test than the first test من غير اي تريتمنت كده. This is known as the effect of taking a test on the scores of the second test. The internal validity question is testing. في حاجة ما بفكرش فيها كتير. احنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت على ازاي ان ممكن يبقى في instrument error ان ال instrument يبقى مكتوب وحش. Two chances to say negative things versus only one chance to say a positive thing او العكس. لا بس في حاجة تانية. الكاليبريشن اوف ذا انسترومنت نفسه الاوبزرفرز والسكوررز could change the measurement. يعني انا لو اعتمدت على ناس
سواء بالسلب او الايجاب. خدوا بالكم الكلام اللي بقوله سلب او ايجاب. يعني ممكن ان الناس بتعمل administering test many times become better at administering the test and therefore more adept انهم to obtain better results. او انهم بالعكس هم نفسهم عندهم problem او هم نفسهم interfere in the way the test is done. مين اللي كان بيقول لي المذيعة بتقول انت يا حبيبي طبعا بتحب القراية ده تدخل من الشخص اللي administering الكويشن ويمكن الكويشنير نفسه مكتوب صح وعدد الكاتيجوريز مظبوطة فيه، بس لو الشخص الاوبزرفر اللي هو المفروض بيعمل العملية دي فده بندخله برضو مع الانسترومنتيشن ايرورز. How do you control for these instrumentation errors بحيث انه الاوبزرفرز او السكوررز وكمان طب غيروا السكوررز، في ناس ايدها جامده بتدي نيجاتيف سمول سكورز وفي ناس ايدها سايبه بتدي هاي سكورز فور ذا سيم اوبزرفيشن. How do you validate الحاجات دي كلها so that you don't simply say well كان عندك تيم 1 جه الصبح والورديه الثانيه بتاعت بعد الظهر دول ايدهم سايبه خالص وادوا امتيازات ناس كتير، فده مش ده الاكسبيريمنتال تريتمنت ده اللي حصل، دول الناس اللي جم عملوا السكورنج هم اللي ايدهم سايبه في السكور. فالانسترومنتيشن ده فيه حاجات كتيره جدا، الانسترومنت نفسه في الكاليبريشن بتاعه ده طبعا دي في حاجات اكتر من حاجات ممكن يتغير. انما كل الايديا ان هاو دو اي انشور ان ذا ميجرمنت اتسلف هاز نوت ريزلتد ان نيجاتيف اور الترناتيف افكتس. في ظاهرة عامة هنرجع لها تاني اسمها statistical regression. ده is a ubiquitous phenomenon بتحصل في كل حاجة. Whenever groups have been selected on the basis of extreme scores، لما هتلاقيهم extreme scores they will regress towards the mean. يعني معناها ايه؟ والله انا لو جبت ناس اوائل وناس bottom of the class والاخد bottom of the class المرة دي ممكن المرة الجاية يطلع third from the bottom أو fourth from the bottom، مش ضروري هيبقى برضو ال bottom، وال top of the class ممكن يبقى second from the top أو third from the top. In fact we don't expect people who succeeded in negative terms كمان to have an extreme score إنهم necessarily will get the same extreme score next time around. فممكن يبقى يقل شوية وده يرتفع شوية. ده لما تشوفوه كده it looks like انهم they are going towards the mean، ده بنسميها regression towards the mean. Extreme scores don't stay necessarily extreme. الظاهرة ده هي may not be the result of improvement or negative value، it may be just a statistical anomaly that has to be controlled for. Selection. احنا في كتير قوي في الريسيرش هندور على ان يبقى عندنا control group. جروب بنطبق عليه النيو ميديسن وجروب ما بنطبقش عليه النيو ميديسن اند وي كومبير ذم. جروب بياخد الاكسبيرمنتال تريتمنت في التدريس في بتاع وجروب ما بياخدش اند وي كومبير ذم. في بوسيبل بايسز ان ذا واي ذا كومباراتور جروبس هاف بين سيلكتد. They may not be properly comparable. دكتورة ما هو انا كنا بنتكلم في الحكايه دي ان الواحد يقدر يعرف ازاي الجروبس دي ار كومبيرابل. في تكنيكس تو دو ذات، طبعا الراندمايزيشن از ون اوف ذيم، بس ذاتس اسيومينج يو درو فروم ذا سيم بوبيليشن. في اكسبيرمنتال مورتاليتي، دي معناتها ان انا لو بعمل سكسيسيف اوبزرفيشنز في ناس كانت موجوده في الفيرست تيست ومش موجوده في السكند تيست أو الثيرد تيست أو وات ايفر اتس جوينج تو بي. ده هيتساقط، سواء تساقط بأنه مشي، إنه مات، إنه عي، إنه حصل له اللي حصل له، إنه رافض يستمر في التجربة، وات ايفر ذا كيس إز. إنما النت ريزلت إن الفيرست ميجرمنت إز نوت ذا سيم أوف ذا سكند ميجرمنت. المورتاليتي هنا مش ضروري بمعنى إنه يموت موت، يعني معناه إن هو no longer part of the sample I was studying. إذا اتغير السامبل how can I compare the results؟ جايز إن هو شخص very negative أو very positive،
كان بيأثر على الريزلتس، يعني البايسز اللي ممكن تيجي من الحكاية دي also have to be understood and studied. وبعدين في الاكسبيريمنتال ديزاينز بقى بتبتدي تخش في قضية الانتراكشن افكتس. السلكشن والماتوريشن بتعمل افكتس that can result in confused results. يعني some of these very complex designs، في واحد منهم design 15 ده انا بستبعده خالص في الكلام لانه it's a very complex patch up design I don't think it works well. بس it could result in الواحد يقيس حاجه ويتهيأ له انها الاكسبيريمنتال فاريبل result of the experimental variable and it is not. كل دول are dealing with the internal validity of what I'm measuring. الأربعة التانيين دول زي حكاية الـ probability والـ non-probability samples ليها دعوة بالـ representativeness. طيب أنت أثبتت هنا وقست حاجة وعملت التجربة، إنما is that really generalizable؟ How representative is it لو رحت للـ total population؟ يعني مثلا لو أنا عملت testing على نظام تدريس جديد او كريكولم معين بس اخدت مدارس كلها متفوقين وقلت طيب انا ادي اي ميجرد الامبروفمنتس اللي حصلت كذا، واقول طيب دلوقتي لو انا عملت الجنراليزيشن بتاع التدريس ده على كل مدارس مصر اي اكسبكت انهم برضو زي ما حصل في المدارس دي هيبقى عندهم 30% انكريس. لا، لانه ممكن جدا ان المدارس دي فيها supporting structures وبتاع حاجات extraneous مش موجوده في بقيه الحاجات الثانيه فمش هتبقى representative. فال external validity questions وهنذكر اربعه منهم في الحكايه دي in fact are very difficult to generalize لان most of the time زي ما الدكتور خالد كان بيقول we don't necessarily know the population as a whole. target population مش محصوره حصر دقيق بحيث اقدر اقارن الشغل اللي انا بعمله اللي انا اقدر احصره واتكلم فيه على البوبوليشن الهلاميه اللي ما هياش easy to generalize. ففي اربعه من الاكسترنال سورسز استعملوهم كامبل وستانلي في الايفالويشن بتاعتهم في الديفرنت اكسبيريمنتال ديزاينز. الاولانيه دي is the interaction effects of testing and the treatment itself. وهي انه ممكن ان اكون عملت في البري تيست جروب اوف بيبل ويبقى عندي السكند تيست صحيح ممكن انه الناس تتاثر بانها اخذت الفيرست تيست وممكن كمان انها نفسها ما تحضرش السكند تيست فيبقى المينز بتاعت الجروبس والريزلتس بتاعتهم نوت ريبريزنتيف. السلكشن ان الكنترولز بتاعتي وذ اكسبيريمنتال فاريبل كود بي كونفيوزد انه الفرق ما بين الكنترولز والاكسبيريمنتال هو نفسه از كونفيوزد مع الاكس. لا يو ماي لوز فروم ذا كومباريزن جروبس. يعني انا الاولانيه بقول ان من البري تيست للبوست تيست هيتغير الجروب بتاعي. هنا انا عندي الكومباراتور جروب بيتغير من غير ما عملت بري تيست وما ديدنت ابلاي التيست الثاني. الثالثه هي ان الثانيه السلكشن نفسها في الكومباراتورز مش مظبوطه وذي انتراكت ديفرنشلي وذ اكسبيريمنتال فاريبل. يعني لان احنا بنتعامل مع بشر ما احناش في الناتشرال ساينسز. البشر في انتراكشن افكتس لكل حاجه بنعملها معاهم. من لما يعني مثلا لو بعمل تيست في المدرسه ممكن ان ده يجنريت هوستيليتي من الطلبه الريسبوندنس. بس الانتراكشن افكت مع التستنج بيحصل مع البشر بقى، ما هو ده مش مواد بحطها في معمل. اوكي هنا الجروب اذا حصل
افكت عليهم، كانوا ريبريزنتيف، بس از ا ريزلت ان انا عملت فيهم البريتست they are no longer representative. ده زي مين؟ زي الفلاحين بتوع سلسلة الليان. هما they are no longer representative. عملت عليهم pre-tests، جاي دلوقتي اعمل عليهم تيست، ما هواش هما صحيح اصلا كانوا representative of الفلاحين المصريين، بس بعد كده ما بقوش representative. المالتيبل تريتمنت انترفيرنس ده مهم قوي، وهو ده زي شويه زي الهيستوري، بس ده انه في treatments have been applied مثلا في الديزيز معين. السؤال هل الايفكتس دي ار ريلي ترانزينت ولا فيها لاستنج ايفكتس؟ يعني انا بعمل تريتمنت لحد النهارده وما كانش في امباكت واضح ومش عارف ايه، وبعدين اعمل تريتمنت جديد بعديها بكذا شهر، هل التريتمنت الجديد ده از اتسلف بينج ميجرد ولا في انترفيرنس جايه من الايرليير تريتمنتس او تريتمنتس ثانيه الشخص ده اخدها؟ هاو دو يو ديسنتانجل الايفكت ده من الايفكت ده؟ لو انا مثلا غيرت بعمل تيست على طريقه تدريس العلوم في مدرسه ثانوي، وفي نفس الوقت المدرسه دي قررت انها هتعمل برنامج للكوره بعد الظهر، وان حكايه الكوره بعد الظهر دي خلت الاولاد يبقوا مصحصحين وعايزين يقعدوا وبتاع مش عارف ايه، وانا اجي اقول يا سلام الساينس كريكولم بتاعي ده مخلي العيال مطقطقه ومصحصحه وبتاع، بس هم فعلا اللي خلاهم مطقطقين مصحصحين الكوره. That's because there are multiple treatments. احنا بنتكلم in real life في العالم، human beings, societies, lots of things are happening all the time. How to control for that. في عشان ما يبقاش في reaction في التستنج، في an entire field of science بيسموهم unobtrusive measures. ازاي اعمل نون رياكتيف ريسيرش ان السوشيال ساينسز؟ ده قديم الكتاب ده، بس يعني في كتاب مش بطال. الفكره فيه ان انا عشان ما يحصلش انتراكشن زي الست اللي بتقول للطفل بقى وانت بتحب تقرا يا حبيبي وبتاع، ما يبقاش في انترفيرنس من هذا النوع. ار ذير ويز اوف ايفالويشن ذات ار نوت افكتد؟ منهم مثلا I'll give you an example. كتير جدا لو في behavioral studies بيعملوا فيديو للبيهيفيرال ستاديز من بعيد، وبعدين البانل اوف اكسبرتس اللي بيعمل ريتنج للبيهيفير بيتفرج على الفيديو، فما يبقاش موجود مع الاطفال في البيهيفير عشان ما يحصلش رياكشن ما بين الاوبزرفرز والاطفال لانه بيحصل رياكشن. فدي كلها من الحاجات اللي كنترولز تواجد فيها. But again having said كل الحاجات دي، no design is perfect, different designs for different purposes. So let's start discussing about experimental design. I'm going to present 16 of these designs, two of which I don't think we should even look at. انما يعني معلش هحطهم بس for completeness يعني. Symbols بقى. Going from left to right is going on time. يعني اللي على الشمال يبقى بيحصل قبل اللي في النص، بيحصل قبل اللي على اليمين في السطر الواحد. Okay. O is an observation. O1, O2, on the same line, multiple observations of the same group at different times. Okay. O's placed on different lines, معناتهم observation of different groups. Different lines, different groups. O's placed vertically above each other means انهم the observations of these different groups were made at the same time. لان قلنا التايم هيبقى ماشي كده، فاي حاجه هتبقى vertically هتبقى approximately that time. X is the experimental treatment, whatever it is. X ما بين قوسين means the treatment was applied هنا بس ملوش اهميه بالنسبه للدراسه بتاعتنا. و R قبل جروب معناتها it was selected by randomization. Okay. This is the first and simplest design of all. Hmm?
بس يو دونت نيد، انا هكلمكم، انا بكلمكم هتشوفوها يعني. It's just a matter remember ان بنمشي تايم بيمشي كده، different groups are different lines. The O's are observations. The X is the application of the treatment. R means randomization. R قدام الجروب يبقى randomization. الحاجات اللي فوق بعضها are happening at the same time. الحاجات اللي فوق بعضها، الحاجات اللي هتبقى على شمالها هتبقى قبليها، والحاجات اللي على يمينها بعديها. فده ال general يعني. We're going to build it up very slowly. Don't worry. يعني we'll start with the, as you can see, a very complex design. Very complex design. This is the one-shot case study. ده مع ان في حاجات كتيرة بتعتمد عليه is totally useless in the sense of being able to say something outside of the specifics of this case study. ولا قادر اعمل generalization ولا قادر اعمل حاجة عليها with any validity. فهنا هنحط table دي، هنبتدي نبنيها كده وحتة حتة سطر سطر. هنا ال internal and external sources of invalidity, experimental one shot, the pre-experimental designs, one shot case study, X will O, negative negative, ما فيش حاجة هنا negative negative، ما فيش حاجة هنا ما فيش negative، كل حاجة negative. You cannot say almost anything about it. إنما you say something else. يعني مثلا Freudian psychoanalysis, these are individual case studies. The fact إن طلع واحد schizophrenic قدامي مش معناتها إن X percent of the population is schizophrenic. يعني. I can't generalize anything. مش معناتها إن المريض الجاي اللي هيجي لي هيبقى schizophrenic زي الشخص ده. ما لهاش أي دلالة outside. I'm not saying it's not useful for that particular case, but you cannot take from it to a bigger study or a bigger group. This is a one-shot case study. It's an observation, one treatment, one observation, one conclusion. بس نجح التريتمنت ده ولا ما نجحش. I can't even say انه نجح التريتمنت ده and therefore in future cases it will work. I can't even say that. لان it may be just this particular individual اللي responds favorably to that treatment. Okay? ايوه اتفضل. والله انت لما بتعالجي شخص زي ده، الشخص ده كويس انه يتعالج، وكويس ان انت طبعا، وكويس انك انت تعملي ريبورتنج في الليترتشر ان اي هاد ا كيس لايك ذات، وبعدين الناس بقى تبقى تستانس بيه. بس ان انا اقدر اطلع منه ريسيرش كونكلوجن اقدر انشرها، ما اقدرش، لانه اتس تو يونيك. يو كانوت say anything really about the rest of the group. للأسف بقى حواريكوا حاجة ودي counter intuitive للناس جميعا، إنما we have to spend a little time discussing it. The one group pre-test post-test design. نعمل we observe the group, we apply the treatment, we observe again. There's an enormous number of things and studies that are done this way. And they're all bad. Very bad, actually. Liba. This is a really bad design. Internal validity questions, I have no way of knowing what happened between O1 and O2. يعني ال 2 O's دول ما بين دي ودي، صحيح حصل الاكسبيرمنتال تريتمنت، انما حصل كميه حاجات تانية كتير جدا. الناس دي بيعيشوا حياتهم، الناس دي سبجكتد تريتمنتس، الناس دي يعني في حاجات كتيره جدا ما فيش اي كنترول عليها ولا عارف حاجه عنها خالص. الماتوريشن between O1 and O2 students could grow older, hungrier, more tired, whatever على حسب المسافات اللي ما بين التيستس دي وبعضها. التست كمان I don't know انه الايفكت بتاع البريتست، احنا we generally know انه a pretest بيأدي على ايفكت على second time you take the test. يعني it's generally well known. انما how do I disentangle
الايفكتس اوف جوينج فروم ذا فيرست تيست تو ذا سكند تيست من الايفكتس بتاع وات ذا اكتوال تريتمنت واز بتوين ذا تو تيست. مش عرفني اللي انا بقيسه تاني مره ده هاو ماتش اوف ات از ديو للبري تيست، هاو ماتش از ديو للاكتوال تريتمنت، وهاو ماتش از ديو تو اذر ثينجز هابينج ان هيستوري، هاو ماتش از ديو للماتوريشن، ناس تعبت ما بين الاثنين الفيرست اند سكند تيست اتسترا. الانسترومنتيشن احنا كنا اتكلمنا انه على ازاي الست اللي بتتدخل مع الولد وتقول له رأي ده الانسترومنتيشن جزء منه is the observer themselves. طيب مش بس الطلبه ممكن يكونوا تعبوا، ممكن ان الاوبزرفرز نفسهم اللي بيعملوا الانترفيوز يكونوا تعبوا او اللي بيعملوا الميجرمنت يكونوا تعبوا. الديكي انسترومنتال ديكي may be accounting for part if not all. على فكره دي مش طريقه انا شفتها في مواقف معينه، كنت بعمل observations على observations. يعني I was running a study وكنت بتفقد الستاديز الناس بتشتغل ازاي في الفيلد، ولاحظت ان بعض الانترفيورز بيجوا على اخر النهار بقى يقول لك تك 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 عايز عايز يخلص بقى ويمشي، بقى له بقى من الصبح عمال يعمل انترفيوز وبتاع، ففي الاخر تلاقيه كده عمال مش بيقعد بقى ايوه كل سؤال، الاول بدا كده كل سؤال ويستنى الاجابه وبتاع ولا طبعا ده ويمشي كده لان هو نفسه تعب، ده مش الشخص اللي قدامه اللي تعب، فدي بتحصل برضه. كل ده في الديزاين ده. فلذلك الديزاين ده هتلاقيه مليان نيجاتيفز وعلامات استفهام وبتاع. ف وي هاف يعني فيري ليميتد ديزاين. في فيردر بروبلمز ويز ديزاين 2 لان في تو ميجرمنتس O1 O2. There is also regression towards the mean. دي ظاهره ظاهرة إحصائية وهتتواجد تقريبا في كل الأوضاع الإحصائية اللي فيها multiple measures و therefore we have to adjust for it. بس ده adjust for it في statistical design. Regression towards the mean looks like that. يعني if I start from pretest groups I would expect them in fact in to the mean بتاع البوست تيست هلاقيهم going towards it. لو أنا بدأت بالمين بتاع البوست تيست واحاول ارجع تاني للهوموجينس جروب هلاقيهم برضو راجعين عليه. فده بيؤدي الى اني انا لو عملت تو تراي تو بريدكت، يعني عندي بوست تيست وبري تيست، بري تيست وبوست تيست، كويس، عندي تو ميجرز، تو سيتس اوف ميجرز. If I were to look at the pretest and try to predict البوست تيست هيحصل ايه، هيطلع ديفرنت عن لو اخدت البوست تيست ريزلتس وقول تراي تو بريدكت وات ذا بري تيست واز. الفرق ده از statistical anomaly. It is not part of the effect. It's a technical problem that has to be handled. اسمه regression towards the mean. The phenomenon ده بيؤدي بالنسبه اللي بيعرفوا lines of regression هيؤدي لو انا I went one way from post test to pre test كنت هتنبأ بلاين شكله كده، لو رحت from pre test to post test هتنبأ بلاين شكله احمر ده، والتو لاينز ار نوت ذا سيم، وذيس از نوت ديو تو اني ثينج اكسبت تو ذا جنرال يوبيكويتس فينومينون اوف ريجريشن توورز ذا مين. مش مهم تدرسوا الحكايه دي بس اعرفوا ان في مشكله في لما الواحد يقارن pre test و post test، عايز سبيشال كنترولز في الحكايه دي. طيب احنا قلنا الاول ده كل الكلام ده اللي كان وحش قوي ده كله وقعدنا نعترض عليه او اكس او اوبزرفيشن ابلكيشن اوبزرفيشن ومفيش اي كنترول ومش عارف اي حاجه ثانيه. طب افرضوا ان انا عملت ديزاين ذات لوكس لايك ذات، فيش بريتست، وانا عملت بريتست اصلا عشان اعرف الناس شكلها ايه، وبعدين طبقت الاكس عليها، وبعدين قلت هقيس بوست تيست عشان اشوف اتحسنت واتغيرت قد ايه. That was the original idea بتاع ديزاين نمبر 2. ديزاين نمبر 3 هقول لك طب وليه؟ ما انا اخد عينه اديها ال
الاكسبيريمنتال فاريبل واي ميجر ذم بعد الاكسبيريمنتال فاريبل، وعينه ما خدتش اكسبيريمنتال فاريبل خالص. فبالطريقه دي ما بقاش عندي بري تيست بوست تيست افكت ولا حاجه. هما تو تيستس بيتعملوا لعينتين مختلفتين، واحده واز اكسبوزد والثانيه واز نوت اكسبوزد. الثانيه اكتس از ا كنترول جروب للاولانيه، وانسى ال first observation اللي هي البري تيست. Actually it's better but not quite. Still a bad design. Can anybody tell me why? Yes. ايوه بالظبط. لا مش هعمل له تيست خالص. على الفكره الاساسيه ان انا عايز اشوف الايفكت بتاع التيست. فبدل ما اخد بري تيست اعمل الاكسبيرمنت وبعدين البوست تيست، انا هقول هاخد مجموعتين، بدل نفس المجموعه تتقاس مرتين هعمل مجموعتين، هيتقاس كل مجموعه مره، واحده اكسبوزد تو ذا تيست تريتمنت واحده نوت اكسبوزد. يو سي I've lost comparability of the same group اللي كان موجودة الأول، وإن كان comparability of the same group can being affected by the process اللي بيحصل، إنما في نفس الوقت كسبت إن أنا استبعدت ال effects بتاع ال pre-test واستبعدت ال effects بتاع ال history والحاجات اللي بتحصل برة. ليه؟ لأنه generally speaking I can assume، لو نفترض إن دول فصلين في نفس المدرسة، إنه اللي بيحصل لدولة بيحصل لدولة، وبالتالي لو في هيستوريكال او انفكت اوف هيستوري بيحصل على اللي بره هيحصل على اللي جوه وعلى اللي بره برضه. ف they are both captured by this measure. يعني اذا انا وقتها كسبت حاجات وسبت حاجات. فال example of that is a case of something which you can do. يعني هي ال الكلام اللي انت بتقوله هو ان there is no way of certifying that the two groups would have been the same except for X. يعني كنا عايزين هنا نقدر نقول ان التو جروبس دول لولا X دي كان هيبقوا زي بعض، وبالتالي اي فروقات are due to X. ده اللي احنا عايزين نقدر نقوله في الريسيرش ديزاين بتاعنا. So I can't really quite say that. لان I will have to come back to how to do that في design number 6 which does that very well. في I can compare classes that received extra lectures to others, compare school systems ما بين ناس عندهم teachers عندهم bachelor's degree من teachers ما عندهمش. يعني في ways of measuring whatever the X is في الحكاية دي. فهنا هلاقي ال positives بدأت تزيد اهي. positive question mark positive 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 negative negative. مش مهم الحكاية، أنا بديكم بس فكرة على how the designs are going on. جاي 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 كل الديزاينز دي جاي، كل انواع الديزاينز اللي هتقدر تفكر فيها. يا عمر انا هعرض عليك 16 ديزاين، 16 ديزاينز. Practically almost any kind of design you can think of has been studied وناس فكرت فيه. فده اوريدي في تحسن عن الاولاني، انما ما زال مش قوي قوي. We did lose selection effect زي ما كان بيقول محمد ابو شقره، لأنه ما فيش in the first one it was the same group، فما كانش في كلام the same group comparability of the same group بتبقى affected by historical by حاجات تانية. إنما هنا we controlled for history but we lost ال selection، لأنه it may not be the two groups may not be in fact identical to start with. Here's a different design. هنا بقى pre-test post-test بكنترول جروب وراندومايزد. You see in the symbols are very easy to follow. يعني it's not two groups، واحد they're both randomized، اخترت عينه وعملت لهم تيست، الاثنين randomized،
ورحت واحد عملت له ابلكيشن بتاع الاكسبيرمنتال تريتمنت، وبعدين اي ري تيستد ذم. فدول دلوقتي اي كان سي ان ذيز تو جروبس ريبريزنت البوبوليشن ان جنرال، وعملت كنترول جروب، والكنترول جروب ده بيسمح لي ان انا اقول ان ذيس كيس اتطبق التريتمنت وان ذيس كيس ما اتطبقش التريتمنت. الهيستوري هيبقى ابروكسيمتلي ذا سيم، اللي بيحصل من بره امباكتنج ده هيمباكت ده برضه، فذير از نو ريزن. فاي هاف دي فاكتو كنترولد فور ذيس. اي هاف كنترولد فور ا نمبر اوف اذر فاكتورز از ويل، زي الماتوريشن والتعب والمنتال ديكي والحاجات دي كلها. والله لو في بري تيست ايفكت على البوست تيست اهو موجود، البري تيست والبوست تيست في الاثنين. يبقى كده انا بدات ايه، زي ما انتم شايفين كده الواحد بقى يبتدي ايه يظبط ويعمل لا يو تايتن يور كنترولز عشان تجيب على الويكنسز اللي موجوده في الاكسبيرمنتال ديزاين از يو جو along. This is much better. Now we are basically what we're trying to do here is to compare a single X with no X. Body treatment, medical treatment, نوع تدريس whatever it's going to be with no treatment. We're trying to make other things not only زي بعض، انما at the same time selecting the two groups, the control group will test group in a randomized way عشان اقدر اعمل generalization to the total population بعد كده. But this is actually a much much better design. And if you go on that, you will find that it has almost a perfect score. It has a perfect score. Now, بس في ال interaction of testing, the nature of the measure اللي بتعملها في ال testing itself. دي معلش خليها دلوقتي مش مهمة. Now, this type of test and the next one, اللي بيسموه Solomon 4 group design, are the standard in most clinical studies today. Control groups, randomized selection, application, واحدة with واحدة without. بيسموها بس في Solomon 4 بيسموها كمان double blind، بحيث ان الناس اللي بيعملوا الاكسبيرمنت ما يعرفوش هما بيعملوا اكسبيرمنت ولا لا. ازاي؟ دكتور خالد ما يتكلمش طبعا، ده صنعتك يا دكتور خالد، ده مش هنتكلم. بنعمل حاجه اسمها بلاسيبو. ان افكت الادويه في دواء اكسبيرمنتال الكلينيكال ستاديز، وفي حبوب شكلها بالظبط زي الدواء ده ما فيهاش حاجه خالص، وبنوزع على مجموعات من الناس to administer the treatment and neither they nor the patients know who is getting the placebo and who is getting the real medicine. That's why it's known as a double blind. It's a double blind is the gold standard في الكلينيكال ستاديز دلوقتي، يعني هو اللي الناس بترجع عشان ما يتدخلش الشعور النفسي بتاع المريض، وما يتدخلش الشعور النفسي بتاع المعالج، يعني عشان هم كلهم مش عارف، كلهم متهيئ لهم انهم بيعملوا حاجه داخله في الاستادي. لما هو gets the placebo and who gets the medicine is not within الناس اللي بتعمل التجربة. This is really extremely important for comparing medical treatments. بالذات the literature has now become يعني زي ما قلت the gold standard to find out whether this treatment is really effective or not. We need careful clinical trials and careful statistical analysis, and the double blind designs مع control groups is usually preferred. Medicine looks like that. ما حدش عارف ده medicine ولا placebo, which is a real medicine, which is not. وبعدين the person ولا اللي بيدي ولا اللي بياخد الميديسين عارف اذا كان ده ريل ولا بلاسيبو، ما بيعرفش، ممكن يكون ميه بس اللي بيحطها دي بتبقى شكلها كده ليكويد، والليكويد مش مكتوب عليه هو ايه، ده الليكويد بتاع الاكسبيرمنت وهو بيستعمله وهو مش عارف ايه. الناس اللي بتدي له طبعا هي عارفه وكيبنج تراك. بنعمل مع تشين وي دونت نو هو از ذا تيست كيس اند هو از ذا كنترول. ما بنقولش الناس انت كنترول وانت تست من الاول، لا ما بيعرفوش الكلام ده خالص. وليه؟ لان we want to be sure of the safety and effectiveness of the medicines we give especially our children. Yeah. But you also need to compare
new treatments with existing treatments. مش بس to know whether they bring about an effect, but are they more effective than other treatments? Significantly more effective than other treatments. But what if they are significantly more effective but significantly more expensive? Do you generalize them or لا؟ دي حاجات بقى عايزة إن واحد يدرسها. Here is the Solomon 4 group design. حتى الأولانية اللي فوق دي is the same as the previous experiment. زودنا عليها البوتوم بارت دهين بحيث إنه في مجموعتين ما أخدوش البريتست. مجموعتين أخدوا البريتست ومجموعتين ما أخدوش البريتست، كلهم راندومايزد. وفي in each case I have one that does the experiment and one that doesn't. يعني الفرق الوحيد أنا عشان ما أقولش إن في إفكت من البريتست على البوست تيست، حطيت اتنين من غير بريتست. كويس؟ يبقى كده ده is considered the gold standard في كل حاجة. وليه؟ انه التو بوتوم روز دول اللي هم زودناهم، التو بوتوم روز اللي زودناهم على الديزاين اللي فات ان افكت كنترول ذا بوسيبل افكت اوف ذا بريتست. وجنرالي بيبل بتحس كده ان الكونفيدنس ليفل بتاعها زاد لو قلت ان او 1 اكتر من او 2 او 2 اكتر من او 4. هوريكم ده ازاي دلوقتي. يعني اهي لما احط الديزاين كده وقلت ان افكت او 2 هاز ا بيتر ريزلت ذان او 1 و O2 is better than O3 و O2 is better than O4 هنا، بحيث انه اللي ما خدش التريتمنت يبقى ده already give me confidence ان التريتمنت ده كويس. وبعدين هنا لو لقيت O5 اكتر من O6 ده برضه gives me confidence ان التريتمنت ده كويس. لو لقيت O5 اكتر من O3 هيزود لي كمان الكونفيدنس بتاعتي. فكل ده بيزود الكونفيدنس بتاعتي. They could be roughly comparable. بس واحدة فيها possible effect of pretest والتانية ما فيهاش. They could be roughly comparable. I didn't say they are comparable. واحدة فيها effect of pretest والتانية ما فيهاش. والvariation ما بينهم I could attribute to the pretest. على اساس ان في واحده اخذت الاكسبيرمنتال تريتمنت واحده ما خدتش. لا انا بقول انه عامه في ظواهر بتحصل لما بعمل بري تيست وبوست تيست لنفس العينات، انه جزء من الفاريشن الاوبزرفد ما بين التو اوبزرفيشنز اوف ذا سيم جروب از ديو بارتلي تو بينج اكسبوزد تو ذا بريتست، بارتلي تو اذر فاكتورز، وبارتلي ديو تو استاتستيكال فينومينال. بس ده شغل بقى بتاع ستاتستيشنز، ممكن ان احنا نعمل ديسنجيجمنت للفاريبلز دي. بس انا يو شود جاست بي اوير ذات ات اكزيستس يعني. اوكي؟ انا بقى ده زي ما قلت is almost the gold standard بتاع كل حاجة، يعني is excellent في كل حاجة. وده is really the most widely used today in clinical studies. مش كده يا دكتور خالد؟ practically everywhere يعني. It's more or less the standard بتاع clinical studies. Now do we need all that? Let's look at the bottom part of the last design. ده البوتوم بارت بتاع اللاست ديزاين، هو الحته دي. If I believe, really believe in the randomization will give me representativeness. And we believe a random sample is representative and allows me to generalize. Well, I am concerned about the potential effect of pretest and post-test.
Well, I'm concerned about the effects of history وغيره. طيب what's wrong with just doing 1x, two groups, one with x, one without x, and one observation. كاونتر انتويتيف كده كل الناس لا بس انا احب اعرف قبل التست كان شكلهم ايه. الشورت انسر از قبل التست شكلهم زي الخط ده. لانه لو بقيس من غير الايفكت بتاع التست ما دول ما ور نوت سبجكت تو ذا تيست. و they are representative, yes they are representative. ف why not? If we really believe in that, it is as good as the other one from a statistical point of view. وإن كان أغلب الناس مش هتوافق في النقطة دي, إنما statisticians will tell you it is just as strong as the other design. Every bit as strong. In fact, it takes exactly the same rating. All the strengths of the previous design with a fraction of the error and the fraction of the effort and the fraction of the cost. It's quite an interesting thing. When you really know what you're doing, you can do a lot with less. See? This is a very important observation. You know what? In a post-test only control group design with proper randomization is almost as strong in terms of internal validity and generalizability as the gold standard بتاع الحاجات التانية and can be done much more simply. ما كلهم بيشترط فيهم كلهم لا لا ما هو اسمعي لو really random ده بقى ازاي بطبق الكلام انا بتكلم دلوقتي في الريسيرش ديزاين how you did don't tell me a design is good but it was badly built. هو حسبوا الاساسات مظبوطه بس نفذوها غلط. لا احنا بنتكلم على افتراض انها اتحسبت مظبوط وانها اتنفذت صح. كلهم بنفترض انهم هيتنفذوا صح. فاذا اتنفذوا صح it is actually surprisingly almost as strong. And I would suggest that we seriously consider where it is possible to do random sampling. لانه مش هيبقى easy ان تعملوا random sampling في حاجات كتيره. إنما this is an experimental design that is very worthy of being done because it's a very simple one. Compared to اللي فوقيه, it's a much simpler one to do. It's almost as strong in most instances that we want. I really think, wow, neat, huh? أيوه. Number six or number three, طبعا randomization. ما ولذلك ونتيجه لكده ان ال two groups are not comparable وneither are your results generalizable ولا هتقدري يعني ولا تقدري تقولي ان ال two groups دول are comparable ولا اقدر اقول ان ال results اللي جبتها دي اقدر generalize دي. هنا I can عشان these are random samples الاثنين two random samples from the same population are as equivalent as you can make them statistically. بالمفهوم الريجورس بتاع definition of random sample ان هو every possible element has an equal opportunity of being included in the sample. And once you do that and you get two random samples, they are comparable and you can generalize from them to the population. فده فرق كتير قوي. بين الثاني اللي ما فيهوش انا I can't even say ان الكنترول جروب ده is really a control group ولا لا. انه جايز فيه فروقات كبيره جدا بينهم. هنا I can say that. خدوا بالكم كامبل اند ستانلي انا برضو كده ترددت في الحكايه دي بس قررت هطبع لكم التيبلز دي واديها لكم. هم نفسهم بيقولوا حاجه with which I agree لان I knew كامبل. It's with extreme reluctance that these summary tables are presented because they are apt to be too helpful and to be depended upon in place of the more complex and qualified presentation in the text. No plus or minus indicator should be respected unless the reader
comprehends and understands why it is placed there, and in particular, it is against the spirit of this presentation to create uncomprehended fears of or confidence in special designs. It's a very nifty table. Over the years, I should remind myself when I was looking at particular designs. I found it extremely helpful. But say, yeah, it could be too helpful as shorthand. Tell you like that, كويس ولا وحش. لا في nuances that تعمل فيها. هنا بقى هننقل لحاجة مختلفة خالص. A different kind of research design. فاكرين اتكلمنا في الاول cross sectional و longitudinal studies. How about the longitudinal study? ناس هنقعد نقيسهم مرة واثنين وثلاثة أربعة وخمسة and so on and so forth. وبعدين نيجي somewhere along that line and we introduce a treatment. We continue to observe. This is an interesting design, very different عن التانية. This group I've been following for a long time, longitudinal study. Here our results are worth discussion. أولا الكوازا اكسبيرمنتال ديزاين دي is quite strong في حاجات كتيرة جدا, ولكن if you compare it to design number two, it raises a question. I like to compare them this way عشان أعمل لكم المقارنة ما بين design seven و design two. Now we said design two was really bad. كل النيجاتيفز اللي قلتها على design number two. Now if we were to say طيب نبص على الحتة دي, هناخد الحتة دي كده, ما هي دي design number two. ايه فرقها عن design number two؟ طيب هنيجي نقول طيب لو طبقنا الحتة دي زي design number two هيطلع كده. Now here's an interesting number of multiple experimental axes of groups being followed. Actually everyone had O1 to O8 هنا observations دي, وده الاكس طبق هنا, و treatment A B C D E F etc كلهم باستثناء دي are, لا يعني the slope there is the same, يعني the gain is the same in each one of them. You could conclude an effect of X is good on all of them except one. But actually, if I give you the rest of the observations, you will have some context. احنا هنا كنا بنبص بس في الحتة دي. طب هنا هل في أي فرق؟ I would say X has no impact. Zero impact. But I wouldn't know that from design number two. I know it because it's a time series design. It's a longitudinal study. هنا ده برضو vibrating كده. I don't think in X has had any of it. H هنا ده clearly طالع في exponential curve. ما هوش ده اللي هيبقى. هنا in fact it may have had a negative impact. هنا it may have had a lagged effect. هنا it has had an effect. هنا it has had a temporary effect. زي ما بيحصل temporary boost الحاجة. ده لما بتعمل مثلا treatment, medical treatment that is symptomatic relief. هيحصل تحسن temporary وبعدين ينزل تاني. موجوع طيب خد البين كيلر ده والبين كيلر ده يا سلام you feel better وبعدين هترجع تاني. لأن you haven't treated the origin بتاعته. فهنا when you add context to infer an effect, it's possible in A and B. It's يعني strongest there is justified نقدر نقوله في الثلاثة دول, totally unjustified في الثلاثة دول. يبقى إذا التايم سيريز غيرت ديزاين نمبر 2 بإنها اديته كونتكست وسمحت لنا إن إحنا نقدر نعمل كنترولز على حاجات معينة ما كناش نقدر نعملها قبل كده. إيه؟ إيه؟ ولا حاجة خالص, هو بيعلم من الأول.
هو just continuing on its trend. لا لا يعني انت استني بس عشان نبقى فاهمين بعض. خدوا بالكم ده مش خط هنا. ده خط معمول لان في اوبزرفيشن هنا وفي اوبزرفيشن هنا. انا ربطتهم بخط بس هما ما هماش حاجه كونتينيوس اتاسد. There are only two observations. اوكي؟ okay. طيب. ايوه ما الثانيه بقى ذا اوبزرفيشنز لا A و B كانوا ماشيين هوريزونتال وبعدين زاد يس لا whatever the factors are that's not the issue and I was saying right now what was the effect of X X in this case has no effect لأنه في F و G و H there is no discernible effect that we can say في E it has had a negative effect يعني if it's growing ما أعرفش بقى it could be positive لو درجة الحرارة بتاعته بترتفع وبعدين اتحسنت يبقى اتحسن ما اعرفش ده وانا بنقيس ايه انما اساسا I can predict ان هنا X كسرت الحكايه دي فعملت a change in the observations the trend بتاع observations هنا this is a typical lagged effect يعني بعد ما اخد ده حصل له jump بعديها هنا حصل a minor jump هنا a temporary effect ورجع تاني هنا again an increase رفعه للنيو بلاتو ماشي تاني فكل اللي بقوله انه by putting التايم اللونجيتيودنال تايم سيريز بنغير a very weak design اللي هو كان just two observations only with the x in between them towards a more comprehensible and interpretable set of results. فهنا it's not a very comforting design when we look at any one of the time series alone لانه مش هقدر اقول because of the inability of control history انما the absence of controls or general generalizability ولكن هو in many ways it is better than the others زي ما انتم شايفين في compared to the negatives اللي كانت موجوده في design number 2 this is doing much better but it's not as good as the double blind والحاجات اللي شفناها قبل كده طيب لا لا مش random دي group individual groups that are followed through a long period of time. ما عشان كده كانت not because of the inability to control history, what other effects are affecting the group, etc. The absence of controls, the absence of generalizability because these are special groups. في بقى حاجة زي دي بقى. This is an interesting design. It's a very unusual design, but actually it is not that unusual. It turns out to be quite usable. وهديكوا example where it is usable. أنا هنا بعمل X1, X0, X1, X0, X0 وهكذا. I alternate وبدخل ال experimental variable بتاعي مع a dummy variable, in this case a phony test. ده وبعمل observation على كل تيست. ميزته بتبقى كويسة قوي في حاجات معينة زي لما بعمل اختبارات للأطفال في المدرسة. لو عامل لهم اختبارات كل أسبوع أو كل شهر أو كل وما أقول لهمش أني اختبار هو اللي أنا مهتم بيه بتكسر الحدة السيكولوجية بتاعت إن الواحد أو ماي جاد أنا عندي امتحان النهاردة وبكرة هتفقد ولو ما نجحتش وهيحصل لي مش عارف إيه. لا الإيفكت خلاص إتس تيست إيفري ويك إيفري ويك ذيرز ا تيست every week بعمل له تيست هو بقى مش هيعرف which one of these tests are the ones that I intend to really use for my measurement purposes for my experimental purposes ف
فبالتالي بعمل كنترول على حاجات كتيره جدا، منها الانتر اكشن افكتس بتاعه الشخص قدام التيست. وذيس از نوت ا سمول افكت، لان عندنا اولاد كتير جدا بيتاثروا، ومدرسين اللي بيعملوا التيست يتاثروا لو عارفين ان التيست ده هو اللي هيتراجع والمشرفين هيبصوا عليه والعلماء بيراجعوه وان الطلبه ممكن هناخد قرار بناء على التيست ده. فده شويه زي البلاسيبو في الدواء، ولا المدرس عارف ولا الطالب عارف الامتحان ده ايه، عشان المدرس ما يقدرش يقول للطالب خدوا بالك يا اولاد النهارده الامتحان ده مهم مش زي الامتحانات الثانيه، هيبوظ الايفكت كله بتاع التجربه. التجربه الديزاين كله مبني زي الدبل بلايند اكسبيرمنت، انه ولا البيرسون هو ادمنسترز ات ولا البيشنت هو جيتس ات نوز وات ذي ار جيتنج، جاست ذا ساينتستس نو. فا اتس نوت ا باد ديزاين، ات هاز اتس يوزز، بس وير يو كان دو ات. يعني انا اديتك مثل وير ات وود بي فيري نورمال في مدرسه، ان ممكن احنا بقى ممكن وقتها نعمل حاجات تانية بقى ونختار سامبلز ونعمل مش عارف ايه والمدرسه دي والمدرسه دي وكلاستر سامبل وراندوم سامبل وحاجات كتيره جدا زي ما انتوا عايزين ممكن تتعمل في العمليه دي، انما فاندمنتالي ات از ا فيري يوزفول ديزاين في الجزئيه دي، الجزئيه دي بس. ف اتس ريبيتد تيستد، اتس انتروديوست وان افتر ذا اذر. المهم فيه بس ان الايفكت of testing should be transient، يعني ما يبقاش ان كل مره بيحصل حاجه شيء والا ان this will not work. انما هنا as you can see it's a very strong design. Very strong design. ايوه. بكرره اكس 1 تاني عشان اتاكد من انه مفيش يونيك ايفنتس بتحصل فيه، وثانيا انه الروتين كاركتر بتاعه بيكتسب. يعني ان اذر ووردز مفيش ما هاو شود اي سي ذس، يعني لو اتعملت مره واحده او مرتين والولاد ما بياخدوش ولا امتحان طول السنه الا الاثنين دول، برضه الامتحانات هتبقى لها افكت عليهم. انا بياخدوا امتحان كل اسبوع كل شهر كده خلاص هتبقى مور روتين. اللي انا عايز اعمله مثلا هشوف I could use that to test مثلا a multiple test question versus essay questions. That's a very interesting that I can use several times multiple test questions واشوف essay questions واجرب مره كده ومره كده ومره كده ومره كده واشوف بعد كده over time results شكلها ايه. It's a very rich design وبيطلع حاجات كتيرة، بس هو أساسا مش ما ينطبقش كل حتة. ما ينفعش أنا أروح أعمل انترفيوز كل أسبوع لمجموعة من الموظفين، ولا جاي بقى حكاية الانترفيوز كل مرة هتجيبنا ضيع وقتنا في الحاجات دي. إنما في المدرسة مثلا السيتنج بتاع المدرسة كان بيدان، يعني it's the kind of thing. It depends كل حاجة tools تنفع في حاجات معينة مش في حاجات تانية. That is a variant of it وبنغير الماتيريالز. الماتيريال بتاع التيست نفسه بيتغير، زي ما تقولي مره مثلا اشغله بايده في حاجه تيست، ومره ما اخليه يجيب اجابه على ورقه، ومره اخليه يشتغل اكسبيرمنت، ومره اخليه يعمل حاجه. فيو تشينج ذا ماتيريالز، ذا برنسبل اوف ذا تيستينج alternating اوفر تايم woven انتو ذا تايم سيريز اوف observations مع الماتيريالز از ويل. It changes some things in the materials used in addition to the previous design, where it's internally valid, but طبعاً externally not valid لأنه ما فيش ولا randomization ولا controls ولا حاجة. إنما it's still a reasonably good design. So it's quite good in حاجات كتيرة. لو رجعنا على non-equivalent control group design، إنهم الجروبس دي we know they are not equivalent. Do we still do it? And why should we do it? يعني هنا هقول these are not equivalent groups. ما عملتش randomization هنا والtwo samples دول are not equivalent. Why should I do it and when should I do it?
ممكن حاجات كتير قوي، بس انا اديكم مثل في حاجة ممكن تنفع فيها حاجة زي كده. لو انا عندي units, the nature of the units allow that to happen. يعني ممكن اتفق مع مدرسة، يعني زي مثلا اقدر اقول هدى نقاتي بتعمل ساينس كلابس، ففي مدرسة عندها ساينس كلاب ومدرسة ما عندهاش ساينس كلاب. And I would like to compare المدرسة اللي عندها ساينس كلاب بالمدرسة اللي ما عندهاش ساينس كلاب، وهعمل الاكسبيرمنت هيقيس الاتيتيود بتاع الطلبة في المدرستين قبل ما اعمل الساينس كلاب، وبعدين هعمل الساينس كلاب في واحدة منهم، وبعدين هروح اقيسهم مرة تانية الاثنين. That may yield some interesting insights even though I have no guarantee ان المدرستين are comparable. I have no guarantee that I can generalize من المدارس دي to the rest، لأن ولا دي was selected randomly ولا both are convenient samples، but still they may yield useful insights. You know, both of them are really convenient samples. هي cost بتاعها مش هيبقى عالي قوي. We are implementing anyway the science club program. احنا مكتبة اسكندرية، وعارفين المدرسة الجاية هنخش فيها دي، طب ما نعمل تيست قبل ما ندخل فيها الساينس كلاب، ونعمل تيست في مدرسة تانية، وبعدين ندخل الساينس كلاب، وبعدين نرجع بعد كذا شهر ونعمل تيست هنا وتيست هنا، ويبقى عندنا كده a basis for doing some interesting observations and analysis even though it has its own limitations. لا، it's more than a case study. Case study is it's more than a case study but not much more than that. It's not generalizable. ولكن الكومبيرابيلتي بتاعتها موجوده. ف non equivalent control group designs one frequently finds it in the heart of our work. Convenience work. ما انا بعمله anyway. ما انا اعمله بقى اخد بقى شويه معلومات زياده عنه وابتدي اجاوب. لا، انا I can't بقى choose المدارس براندوم سيستم ومش هعرف اعمل مش عارف ايه كل الحاجات دي. I can't do them. الكوست بتاعتها too high. المدارس مش هتتعاون معايا مش عارف ايه وايه وايه. لا، انا ممكن اعملها. ممكن اعملها مع مدارس عشان اجيبها little more comparable. اقول طيب انا اعمل التو تشويسز دي مدارس مستعدين انهم يخشوا في برنامج الساينس سكولز، واروح اعمل لهم تيست هنا، وبعدين ادخل الساينس بروجرام هنا، وبعدين ارجع اعمل تيست الثاني واقول لهم والله لسه ما جتلكوش، انما هديكم بقى الساينس بروجرام بتاعكم بعدين. And now I have a nifty little design. في weaknesses، انما it's very convenient. الكوست بتاعه هيبقى very low. And I'm doing it anyway. I'm expanding these science programs into the schools. There's a lot of little things that we can do to improve command the quality of our work. يبقى عندنا documentation له في حاجات تانية. ف you have to use equivalent convenient samples. أنا قلت convenient samples. Classrooms in schools, schools in a district, production units in an institution. هي كده. They are not exactly comparable. They are but we cannot control interaction with selection maturation. Well, external validity of generalizability is questionable. Enama, by and large, it is not that bad. في شوية weaknesses فيه. على أي حال, it's just an idea that we can think of. زي ما قلت لكم في الأول, you will find that in our work, randomization is not going to be that easy to achieve. وبالتالي very frequently we will be using non-probability samples. This is a case of non-probability sample. Now this is an interesting design. Design number 11 is called counterbalance designs. Counterbalance designs are orthogonal designs. The زي time series x1, x2, x3, x4 وهكذا. بس اللي بعمله هنا ان بقلب التريتمنتس، بتلخبطوا كل التريتمنتس بحيث ان السيكونسنج بتاع الابلكيشن اوف تريتمنتس ار ديفرنت، و ايتش ريسبوندنت و ايتش او ريسبوندنت جروب، يعني ما بنتكلمش على شخص واحد، يعني انتو ايتش تايب اوف تريتمنت وانس، فده جود فور مالتيبل تريتمنتس. وبنعمل الديزاين اورتوجونال، يعني اقدر اعمل الكومبينيشن بتاع الاكسز والاوز اوكرز اونلي وانس. ودي is very good for testing multiple treatments.
لانه what you can do sometimes called the Latin square design. You will note in four groups ده هي ممكن اعمل من الناحيه دي احط التي ومن الناحيه دي احط الاكسس وغير التيز والاكسس and you will get the same distributional effects. The data lends itself to interesting statistical analysis. As I said, it is useful for multiple treatment effects. It's a strong design in most things, ولكن الانتراكشن effects بتاع selection of the groups is not very well known. A separate sample pre-test and post-test, this is a very interesting model. إذا أنا عرفت إن في حاجة هتحصل للناس anyway وعايز أقدر الإفكت بتاعها فممكن إن أنا أعمل a random sampling قبل الإيفنت ما يحصل. الإيفنت يحصل بعد كده على الجميع وبيروح أعمل random sample تاني post effect وأشوف التست إفكت. يعني هنا مثلا يعني اقدر اقول مثلا لو عايز اقول ابقى ناستي مثلا اجيب ناستي اكزامبل. لو رحت هنا هوت قبل امتحان الثانويه العامه واخدت راندوم سامبل بتاع طلبه واي تيستد ذيم فور ذير نوليدج وبتاع وهنا جت الثانويه العامه وبعدين اجي بعد الثانويه العامه بشهرين واعمل تيست راندوم سامبل تاني من الستودنتس واعمل لهم تيست اشوف فاكرين قد ايه من الكلام اللي قعدوا يسموه قبل قبل الامتحان وجايز الاقي فيري ليتل. الاكس اللي ما بين قوسين مينز ان الاكس دي اتطبقت على الجميع بس هنا اتس نوت ريليفنت لان انا مش هدور على نفس الناس هنا تاني. انا said ان this is a sample that is representative of the whole group. قبل كده ال whole group was subjected to a common treatment وبعدين بدور على random sample post treatment from the group and I still believe انه مادام it's a random sample it is a representative sample post group. But now I can generalize on the whole group على الايفكت بتاع الx على الانتاير جروب through two random samples two tests. ما فيش الايفكت بتاع البري تيست على البوست تيست ولا غيره ده لوحده وده لوحده. It's not a bad design. It helps when it's being applied to everybody. فده برضو انواع دراسات معينه برضو مثلا you can imagine a vaccine being applied to the entire population. Chlorination of water. لما fluoridation of water اتحطت الميه في الشرب مثلا. الامباكت بتاعها في حاجات كتيره بتحصل بهذا الشكل. It has to be administered to all and we can control we cannot control who gets and who does not but we want to test for its effect. السامبل طبعا في الله اعلم بقى الهيستوري والماتوريشن وبتاع حصل ايه للبارتيكولر جروب ده اللي جالي في السكند راندوم سامبل لانه في بعض الحاجات دي that are specific to the individuals themselves. في حاجات تانية that are not انما we can assume in a large part of it is feasible. فده عشان استغل حاجات لما يبقى في generalized treatment being done anyway اقدر استغله. نعم. من ايه؟ لا ما انا عملت ال عملت البنش مارك بتاعي هنا. يعني انا ده البنش مارك اللي هقيس عليه. هقيس على انه كان ايه واصبح ايه وبالتالي ده نتيجه للاكس. لا ما انا مش في ايدي انا ده الثانويه العامه هتطبق على الناس كلها. يعني باخد من الطلبه اللي هياخدوا الثانويه العامه قبل ما ياخدوا الثانويه العامه وبروح اخد من الطلبه بعد ما اخذوا الثانويه العامه واي كومبير ذا تو. طب بشيل الايفكت بتاع البري تيست واي تراي تو ريتين ال جنراليزابيلتي. يس لو انا عملتها 1 ستيج اللي هي
ما انت هتاخدي تو جروبس، واحد منهم زي ما بتعملي تو جروبس في الكنترولز بتاع، تعملي واحد كان الوضع ايه بري تيست، عشان اتس ماتش ايزي بدل ما ترجعي تدوري على نفس الناس وعايزه تمتحني نفس الناس تاني. وهنا ممكن يبقى عندك الايفكت بتاع البري تيست، الناس دي اه ده خدنا الدراسه دي قبل كده بيعيدوها تاني علينا وبتاع، بيبقى الايفكت بتاعها مختلف. لو انا خدتهم بوست تيست ايكوالي راندوم من الناس، I will get a result that is reliable and generalizable من غير ما يبقى عندي الايفكت بتاع البري تيست. دي بقى السيبريت سامبل بوست اند بري تيست. هنا بقى في دخلنا في حاجه ثانيه، وهي انه بعمل سامبل لناس اسيوم ان ده حاجات بتتكرر، فانا يهمني ان انا اقدر اوصل كمان ان يبقى عندي الاوز دي فوق بعضها هنا اهو. وهنا I tried to control the effect of history and maturation، انه اللي حصل اثناء من هنا لهنا من الفترة دي للفترة دي، ما هو حصل لده برضو، ده هنا اخد الاكس ده ما خدش الاكس، ده in case there are twice هيتسلم الاكس بتاعه، ف in which case انا ما يهمنيش second axis، انا يهمني بس ال time horizon بتاعه. These are all minor variations الواحد يعملها في retests وحاجات زي كده. كل اللي هتعمله دي انها هتكنترولز فور هيستوري، بس على فكره هنا this one should be without a parentheses التحتاني، لازم تبقى زي دي كده من غير دي. دي variance كلها نفس الحكايه، 12a 12b 12c دي كلها variance نفس الحكايه، انا بشوف different periods. وده separate sample pretest posttest design، بعمل التست دي كلها، بس دول كلهم variance they're not that strong. We're still in the strongest sample عندنا، strongest structure اللي عندنا هي Solomon 4 double blind design، او الفارينس بتاعتها including the very simple one بتاع double randomization of a control group one of whom gets the treatment one of whom gets the placebo actually without the pretest. If we can act the control group is not given then we can transform design 12 to design 13. ده انه بنزود واحد دبل، بنعمل randomization، بنقدر نعمل 8 large groups. هتلاقوا بقى الفارينس دي كتيره جدا عشان الناس تبقى مستريحه في ان randomization. على فكره is that crazy or does it bring about interesting results and why؟ لا احنا قلنا حاجه تانية قلناها في المحاضرة اللي فاتت. لا آه لا غير المتغيرات دي كلها. لا ريمبر انه قلت لكم لما هنعمل السامبل if you do the sample 10 times you will get closer and closer. افتكرته بقى. فان الواحد يعمل multiple random samplings will bring المين بتاع المينز of the samples closer to the real truth especially if they are all properly randomized and so on. فدي برضو بس دي بقى حاجات تتكلف كتير قوي. طب why؟ هو هنا بقى ترجع تاني what is it that you're trying to do. كل tool is suitable for something not for something else. انما that's طبعا an extremely strong design all across the board. مفيش حاجه فايتها خالص، بس بقى شوف بقى هتعمل بقى شوف في ذمتك عايز كام راندمايزيشن دي والراندوم جروبس الاول وداخل الجروبس وتعمل يعني حاجه هيصه بقى هتقعد تراندم فيهم لما تهيص. راندم من هنا ومن هناك ما تبطلش راندمه يا. المالتيبل تايم سيريز ان يبقى عندي تو جروبس ام كومبيرنج ان تايم سيريز وان اوف هوم جيتس ذا اكس اند ذا اذر دازنت برضه اتس ا فيري سترونج ديزاين لانه as we saw التايم سيريز بتشيل جزء كبير من ال uncertainty بتاع الديزاين تو تفردها زي ما شفنا. هنا بقى ان المالتيبل تايم سيريز بتدينا الحقيقه فيري سترونج كونفيدنس في الايفكتس بتاعها. institutional cycle design ده انا I don't want to use it at all.
لا دي اصلا ليها دعوه لما الواحد بيشتغل within institutions و frequently you have to try to patch up designs اللي موجوده. It's a complicated patch up exposed design. I don't think we should use it at all in what we do. ومعقد يعني ال weaknesses بتاعته كبيره جدا، انما بتستعمل بالذات في يعني لما انت تروح مثلا ك ادفايزر ولا بيرسون كونسلتنت ولا حاجه في كوربوريشن كبيره، وتلاقي عندهم احصاءات كتيره جدا لموها بوسائل مختلفه وبتاع، وتحاول تجمعها على بعض وتطلع منها بكونكلوجن. فلا حاجات بقى بس ما جمعوهاش بقى بالهدف بتاع ايه بارتيكولر ريسيرش ديزاين. عنده ستادي دي وعنده دي وعنده دي وعنده دي، وتعالى بقى بص انت وتدور تعمل باتش اب على الحاجات دي كلها وتطلع منها اللي تقدر تستفيد منه وتطلع بحاجه. فدي معلش دي مالناش دعوه بيها دلوقتي، مش هنتكلم فيها. 16 بقى دي از فيري امبورتنت، وكان بتسالوا على المالتيبل ريجريشن من شويه. ريجريشن اتس يوزد وير اكسبيرمنتال ستاديز ار فيري ديفيكلت، وانه ان افكت عندي براير داتا، فبمشي على البراير داتا وبحاول بيزيكلي اني ابني موديل وادور على الهايبوثيسيس بتاعتي ان في اندبندنت فاريبل والنتيجه بتاعتها بتبان في الديبندنت فاريبل، وبعدين بشوف الريجريشن بقى بيعمل الايفكت ايه. في سمبل لينير ريجريشن تو فاريبلز، وفي مالتيبل ريجريشن اون ماني ماني فاريبلز، ويبقى في كمان نون لينير ريجريشن ونقدر نشوف اكزامبلز منها. اتس وايدلي يوزد فور بريدكشن and forecasting. بس هقول لكم طريقه استعمال very interesting في an experimental design which is not well known بس it's very unusual and very interesting experimental design. This is a typical linear regression. The observations اللي موجوده عندي هي دي. I fit a line هنا least squares. Least squares يعني لما اخد السكويرز من كل الديستنسز دي من اللاين، I minimize them. I put the line where it minimizes the deviations then around the line. فهيلاقي عندي transept هنا اقول ان دي 5، يبقى والسلوب بتاع اللاين يبقى y equals 5 plus bx، و b being the distance هنا والx تطلع هنا. ف that's standard type of thing to do. There are many types of regression. Polynomial regressions with general linear regression with discrete choice logistic regression with logit models with probit models with Poisson distribution. يعني مش هقول لكم بقى في الحاجات دي كلها، انما عايز اقول لكم an interesting case. What do you do if you want to test something such as the effect of giving an award such as a scholarship to someone who's performing well in order انك انت عايز تحفزه؟ طيب هتقول we apply it وهندي للناس اللي اخذوا اكتر من 80% مثلا الscholarship، وبعدين I observe what they did before the scholarship and I observe what they did after the scholarship. Well, يعني they were very good to start with. It's expected they're going to continue to be very good. How do I know whether the scholarship there had any effect عليهم؟ How do I know? Is there a way I can find out؟ ما هو دلوقتي كل الناس اللي هياخدوا أكتر من 80% هياخدوا الـ scholarship. أنا مش هقول بقى طب أنا هعمل control group وهنقي كده راندوم، انت هتاخد سكولرشيب انت ما تاخدش، ده بقى ظلم بقى. فانا بطبق السكولرشيب على كل الناس، هعمل ايه؟ استعمل بقى حاجه اسمها انتربت ريجريشن او ريجريشن ديسكونتينيوتي. This is an interesting little experimental technique. لا ما هو هياخد، ما هو لازم ياخد بالامر، يعني القاعده هتقول 80. انما اللي هقدر اقوله انا هفترض ان اللي كان درجاته 79
ولدرجاته 81 ما يفرقوش كتير. فهعمل هنا هقول ادي البري والبوست افكتس اهي، وهشوف if there is a discontinuity in regression lines positive or negative doesn't matter at the cutoff whatever the cutoff is. In that way I will know whether there is a treatment effect or there is not a treatment effect. And actually here are some actual cases. You can do a treatment group will control group will cutoff point and you can see in the variability this is doing it in a non-linear case. Ahmar is linear, blue is non-linear. There are different kinds of regression. And the idea being where you can identify a localized effect, then a regression on both sides, starting from a relatively close group, let's say a close group, يعني مثلا ما بين 78 و82 مثلا الجروب ده اللي اخده واللي ما خدوش هستعمله. مش هاخد اللي اخده 90 ومش 90 لان هم دول غالبا اني واحد هيكملوا وهيبقوا at the top of the operation، انما اللي كانوا قريبين من بعض واعمل ريجريشن هنا وريجريشن هنا بري اند بوست واقدر اوصل الى ان هل في discontinuity ولا لا. In which case I can conclude ان the award has brought about a positive result بالنسبة للناس اللي أخذوه. And I can't expect إنهم هم they will continue to do well. هم كانوا كويسين، هم كانوا ممتازين من الأول. وما أقدرش أعمل لهم control group لأن في ظلم. إشمعنى ده هحطه في الكنترول group especially لو عملتها random يعني إشمعنى ده يتحط في الكنترول group وده ما يتحطش يعني. ففي ظلم فيها فيو هاف تو أبلاي إت. فسمتايمز يعني you can tease and tweak statistical techniques to arrive to answer questions فيها عدالة وفيها كل حاجة and you can do a lot more other things. ال problem بتاع ال students who get high marks وزي ما قلت 79 و 81، وده ال regression discontinuity is largely a positive phenomenon, largely positive. Anyway, all of that to conclude there is no perfect design. You must choose the most appropriate for the study you are undertaking. ساعات العوائق زي الأخرانية دي تبقى عواقب إنسانية وعدالة. ما اقدرش أعمل control group للناس ما ياخدوش الأورد. ساعات تبقى العوائق مالية. ساعات تبقى العوائق مجرد administrative. مش هقدر اتعامل مع ادارات معينه واقدر الاقي ساعات it's not worth it. ساعات it's extremely important زي في الحاجات الطبيه ان يبقى عندي a very high level of confidence في الشغل اللي بعمله لان ده impacts على people's health. ف it's important ان you think carefully and choose what is most appropriate to the circumstances at hand. Very thoughtful follow-up studies are required to find subtle and unsuspected relationships. وهديكم an example. Important case study. Hormones and heart attacks. A famous case study اللي هو hormone replacement therapy and heart attacks in women. Okay. Basically, HRT, اللي هو hormone replacement therapy, is used after certain operations, after menopause among women. And clinical observations showed that women who got HRT had a reduced incidence of cardiac heart disease, coronary heart disease. فالدكاترة قالوا والله it could be a very beneficial byproduct, clinical observation, substantiated by many studies اتنشرت في الفترة دي، وبالتالي انها it has a good effect on the side. هو ما صحيح ان دي حاجة تانية، انما عنده effect انه reduces the coronary heart attacks بتاعت ال coronary heart disease بتاعت الستات. فthe question was should she take HRT as a preventative against heart attacks. Based on that evidence, why not? In fact, لو تذكروا من شوية كان بيقول ناس كتير خدوا أسبرين عشان
بلاد فلو بتاعه مش عارف ايه والكلام ده كله. طيب يعني مش ان الاسبرين معمول عشان كده، انما اكتشفنا بوزيتيف سايد افكتس. ناو ات تيرنز اوت بات randomized controlled trials showed that HRT actually caused a small but statistically significant increase in heart attacks in coronary heart disease. Did not result in a reduction of heart disease. So how come? رجعنا تاني. In this case, it turns out that the women who got the HRT were of a higher socioeconomic group. Well, higher socioeconomic group, in fact, had better diet, or exercise, or general living conditions. وبالتالي, the positive effect of being in the higher socioeconomic group outweighed the negative effect بتاع ال actual negative effect بتاع ال HRT. That's important. Let's go over it one more time. HRT is a treatment which was done for one purpose. They found in the women who got HRT had less heart attacks. The result can HRT reduces incidence of heart attacks. Actually the opposite. HRT increases the risk of heart attacks. But the women who get it tended to be wealthier. They had a better diet, they exercised, and the effect of that was bigger than the effect better, negative better HRT. Now, this means in when you look at studies, even solid studies, it's not clear that the observed effects that are there are the only effects. عشان كده زي ما بنقول العلم ما بيشتغلش بحديث الاحاد، بنعمل دايما دراسه واثنين وثلاثه، ولما بيبقى في consensus of many studies بتبان. في حاجات بقى مش هنخش فيها النهارده خالص، مع ميتا ستاديز، ناس بتعمل ميتا ستاديز على دراسات كتيره جدا وسبيشال statistical techniques تجمع الستاتستكس بتاعت كل الستاديز دي وتقدر توصل لconclusions ثانيه. But for people here it is essential to be very careful in how you design your research, how you collect the data, how you analyze the data, how you draw your conclusions. And now, who's swimming and who's sinking? Kolo swimming? And you? Keeping your head above water, kada bil'afya. Trying to keep your head above water. عديتوا المرحلة دي يلا. يلا عايزين بقى نسويم. لانه we're going to fly now. We're going to have fun even like eagles قريب، وبعدين you will soar by tomorrow afternoon you will all be soaring. بس النهارده هديكم بريك وهديكم حاجه صغيره عشان الدكتوره معها معاذ تنبسط على الكواليتيف كونسبتوال ثينكينج في السوشيال ساينس من غير بقى ماثيماتكس ولا بتاع. اوكي 10 minute بريك ونرجع نخلص بقى.